بقول لك ايه يا عم ابنوب الساحر، انت ايه اللي يضمن لنا بقى ان القوه بتاعتنا ترجع تاني بعد ما نشرب المشروب ده؟ برضه مغفلين وضحكت عليكم. وروني بقى هتعملوا ايه بالبدله الجزيره بتاعتكم. ايه ده يا بازوكا؟ انا سامع صوت غريب. وراك ده؟ وراك تامر. ايه ده؟ هو مين ده؟ إيه؟ انا بقيت في بدله سوبرمان وهو اخد البدله بتاعتي. معقوله يا سكتور الكون اتضحك علينا ولا ايه؟ ازيكم يا شباب وعاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في حلقه سكتور هيرو. ايوه يا شباب، سكتور هيرو. زي ما انتم شايفين الشباب كلهم واقفين وبيفكروا هو ايه اللي حصل للبدل الخارقه بتاعتهم. البدل الخارقه ما بتشتغلش. علشان كده يا شباب انزل دلوقتي تحت اشترك في القناه وما تنساش زر اللايك العنيف بتاعك، علشان الحلقه دي اسطوريه واكيد هنلاقي الحل للبدل بتاعتهم. يلا بينا يا شباب، مستنيين ايه؟ انزل تحت واشترك وما تنساش اللايك العنيف، ويلا بينا على الفيديو. يا باتمان يا باتمان الحق، بدلة البطل الخارق هالك اللي انت اديتها لي حاسس ان هي مش شغاله، مش قادر استخدم القوه ومش قادر اتحول البطل الخارق هالك. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. بقول لك يا سيكتور، معلش يا حبيبي معلش، اصل البدل بتاعتكم كانت عند الجوكر، فاكيد هو عمل فيها حاجه شريره. يعني ما تشيلش هم، اكيد النهارده هنلاقي حل. ايوه سيكتور، انا برضو بدلتي بايظه، مش عايز هيتني انسان طبيعي، مش عارف اشغلها. يا جماعه طب كده مفيش حل، يعني كده ممكن نفضل عاديين للابد وما نلاقيش القوه بتاعتنا تاني. طب تفتكر يا باتمان ان ممكن يكون القوه الشريره اللي كانت معانا هي اللي مؤثره على قوه البطل الخارق هالك الطيب، علشان كده احنا مش قادرين نستخدم القوه بتاعتنا دلوقتي بعد ما بقى عندنا الروح الشريره دي؟ ايوه فعلا سكتور معاك حق، ممكن يكون عشان انتوا كنتوا اشرار، عشان كده البدله مش نازله تجيلكم انا وباتمان وبازوكا. عشان ايه؟ كنا طبيعيين ومش اشرار، عشان كده قادرين نلبس البدله عادي. طب وهنعمل ايه يا رجاله دلوقتي؟ احنا لازم نوصل لحل، ما ينفعش نفضل كده من غير قوه خارقه، كده احنا مش ابطال خارقين. الله عليك يا ابطال الخارقين. ايه ده يا شباب؟ مين اللي ضحك الضحكه دي؟ اكيد حد فيكم عمل الضحكه دي، قولوا مين. مش انا ولا انا ولا انا. لا يا باتمان، انا سمعته زيك والله، بس ما حدش من اللي هنا ضحك. اعتقد الصوت جه من فوق. فعلا الصوت ممكن يكون جاي من فوق. بقول لك يا ايرون مان، انت سوبر مان، انتوا بتقدروا تطيروا دلوقتي، وانتوا اللي معاكم القوه الخارقه. اطلعوا شوفوا مين موجود فوق واعرفوا لنا هو مين ده بالظبط وليه بيضحك كده. يلا بينا يا يوسف. يلا بينا يا باتمان. ايه ده مين ده يا شباب؟ في حد فوق يا شباب، في حد. استنى انا هضربه عشان شكله شرير، تعالى. لا ما تضربنيش، انا هنزل دلوقتي اقول لكم على كل حاجه. استنى بقول لك ايه، احنا اول مره نشوفك في مقر الابطال الخارقين. إيه انت مين وعرفت بنفسك وجيت هنا ازاي؟ استنى دلوقتي انا عرفت ان بدل الابطال الخارقين مش شغاله، فانا عندي الحل، عشان كده انا الوحيد بس اللي اقدر اساعدكم. ايه بتقول؟ ايه هتقدر تساعدنا؟ طب ازاي هتساعدنا ازاي؟ انا عندي قوة هالك مش موجودة، وقوة سبايدر مان كمان مش موجودة. يا سيكتور استنى يا سيكتور، انتوا هتوثقوا بشخص غريب تاني؟ هو مين ده اصلا واحنا ما نعرفوش؟ للأسف يا باتمان مفيش حل تاني، لازم نعرف هو مين الاول ونشوف هيقدر يساعدنا ازاي عشان نرجع القوة بتاعتنا. اتفضل قولنا انت مين بقى بسرعة بدل ما كلنا نموتك. انا الساحر ابنوب، كنت متابعكم من الاول خالص وعرفت ان دراعكم مش شغالة، فالحل دلوقتي ان انا هديكم مشروب، اول ما تشربوه البدله بتاعتكم هتشتغل زي الفل. ايه ده مشروب تاني؟ احنا مش لازم نثق فيك المره دي. ايوه يا سيكتور فعلا، انت مش فاكر اللي حصل لنا من بلاك بانسر؟ انتوا لما اخدتوا المشروب واخدناه كلنا بدلنا كلها راحت، مش هينفع ناخد مشروبات تاني خلاص. انا حرمت يا سيكتور، مش عايز اخد مشروب. بقول لكم ايه، احنا ما عندناش حل تاني، لازم نشرب المشروب ده ونجربه. انتوا معاكم القوه الخارقه لكن احنا لا، احنا هنضحي وهنجرب. ولا ايه يا باتمان؟ سيكتور بص، انا المره دي مش هسكت بصراحه ومش هسيبكم لوحدكم، انا لازم اجرب المشروب ده معاكم، مع ان القوه بتاعتي ما راحتش بس هجربه معاكم برضو. انا الصراحه يا شباب انا شايف ان الحل ده يعني مش صحيح، انا ممكن كمان نموت فيها. بقول لك ايه يا عم ابنوب الساحر، انت ايه اللي يضمن لنا بقى ان القوه بتاعتنا ترجع تاني بعد ما نشرب المشروب ده؟ ان انت دلوقتي اول ما تشرب المشروب البدل بتاعتك هتشتغل 100 100 ولا كان فيها اي ضرر. ده يا جدعان بيقول 100 100، ده واضح ان هو مش ساحر، ده اهواجه يا جدعان. طب يا عم هات يا عم المشروب بتاعك ده ونجربه، امرنا لله. بصوا يا شباب بصراحه انا خايف من الموضوع ده، وهو ليه اصر ان احنا نشربها لوحدنا وما نبقاش مع بعض؟ بس بصوا طالما هو قال ان انا هبقى اقوى من الاول، انا هشرب المشروب ده واكيد هيحصل حاجه عظيمه للبدله بتاعتي. يلا نجرب مع بعض. ايه ده؟
اللي بيحصل للبدلة بتاعتي؟ انا مش حاسس بحاجة. ايه ده؟ برضو مغفلين وضحكت عليكم. وروني بقى هتعملوا ايه بالبدلة الجديدة بتاعتكم. ايه ده؟ انا سمعته. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ انت مين؟ انا شايف نفسي. انا انت مين؟ انا انت وانت انا. اللي بيحصل ده؟ ايه ده صوت بازوكا؟ ايوه انا عارفك. انت خدت البدله بتاعتي ازاي؟ انا مش عارف ازاي انا لبست بدلتك وانت لبست بدلتي. انا مش قادر اقلعها. ايه ده؟ انا بقيت سوبرمان. انا مش فاهم حاجه. اللي بيحصل لي يا بازوكا؟ معقوله يا بازوكا يكون المشروب اللي احنا شربناه هو اللي عمل فينا كده؟ ده اكيد، علشان اول ما احنا ما شربنا انت شفت كل واحد راح في حتة. انا مش شايفهم ولا لاقيهم ولا حتى سمع صوتهم. بس انا مش عارف ايه اللي خلانا انا وانت نلبس بدل بعض كده. انا مش عارف بقى هنعمل ايه دلوقتي. انا برضو مش ايه ده يا بازوكا؟ انا سمع صوت غريب. وراك. ايه ده؟ وراك تامر. ايه ده؟ هو مين ده؟ الكائن ده. بص انا مش عارف إيه استعمل البدلة بتاعتك يا بازوكا. وايه اللي بيحصل؟ اضربه ازاي ده؟ ايه ده؟ انا هعلمك. دوس. ايوه. ايه ده؟ عاش، انت كده ضربت الليزر. الليزر بيولع فيهم. طب استنى بجد؟ انا برضو مش عارف اتعلم قوتك. علمهاني. انا ممكن اموت دلوقتي. بقولك انت ممكن تضغط على اليد بتاعت البدلة دي هتطلع منك اسهم وحاجات نار وتفجر فيها. ايوه كده يا بازوكا. اضرب تاني. اضرب اهو، جاي من بعيد. انا هجرب برضو. ايوه عاش، انت كده بتحرقه. انا اكتشفت ان البدلة بتاعتك ضعيفة. ايه ده؟ طب بقولك انا اطير ازاي؟ قولي. بص، نط مرتين هتلاقي نفسك بتطير. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا عملت ايه؟ انا مش عارف استخدم البدلة دي. اضرب ده، اضربه. يا لهوي، الوحوش اللي بتطلع لنا من كل مكان دي. يا متامر. بقولك انا مش عارف استخدم البدلة يا بازوكا. اعمل ايه بس؟ قولي. لا انا اقدر اشوف الوحوش المستخبية. ايه ده؟ انا جمدته ولا ايه؟ فين تاني؟ انا خلاص بقيت محترف في البدلة بتاعتك. خلاص اهدى يا بازوكا، مفيش حد. خلاص ماتوا كلهم، الحمد لله احنا قدرنا عليهم. بص مفيش حد. بقولك ايه، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح فين؟ احنا اتضحك علينا يا بازوكا. انا برضو كنت ساكت علشان كنت عمال ابص في عينه، كنت شايف في عينه نظرة شر. كنت برضو شاكك فيه وشاكك في اللي هيحصل. انتوا برضو الغلطانين، والسكر اللي كان بيخليكوا تثقوا فيه برضو لبس في نفس المشكلة. دلوقتي احنا لازم ندور عليهم، بس للأسف احنا ما نعرفش احنا فين اصلا ولا هم فين. طيب ماشي يا بازوكا. بقولك ايه، ما تيجي نرجع ندور على المقر بتاع الابطال، يمكن نلاقي حد هناك. انا معرفش ايه اللي نقلنا على الجزيرة دي. طب ماشي، بس احنا ما نعرفش احنا موجودين فين. ما احنا هندور بقى يا بازوكا. بقولك انت هتضيع الوقت بتاعنا. يلا بينا، تعالى يلا بينا. بقولك يا بازوكا يلا بينا. خلاص انا تعبت، انا لازم اروح المقر بتاع الابطال علشان نلاقي حل للمصيبة اللي احنا فيها دي. يلا بينا تامر، اعتقد يلا. البيت بعيد عن هنا بشوية. ايه ده؟ بص يا بازوكا، ايه الحفرة دي؟ بص مين دول؟ انا هجرب حاجة من اللي انت علمتها لي في البدلة بتاعتك. بص انا هنزل بالنص بينهم. يا لهوي انا هشوفهم من فوق الاول. ايه ده؟ دول كتير قوي. خد بالك يا تامر، ممكن يموتوك. بص هما عايزيني. بص انا هعمل فيهم ايه دلوقتي؟ بص مستعد يا بازوكا. يب. بص، واو، او ماي جاد، واو. قلت لك يا تامر، انت بقيت محترف في البدله بتاعتي ولا ايه؟ البدله بتاعتك قويه. مين ده؟ خد بالك يا عم، دول بيجوا منين؟ دول وحوش غريبة أول مرة أشوفها. بقول لك الحمد لله إحنا قضينا على الوحوش دي. يلا بينا ندور على المقر بتاعنا. يلا بينا بسرعة. يلا. إيه ده؟ سبايدر مان أشريكة، فين سيكتور؟ إيه ده؟ ده سيكتور ده ولا إيه؟ صوته كان شبه. أيوة أنا هو. لا أشريكة أهو العملاق. أنا مخي اتلخبط يا جدعان، إحنا المفروض هنعمل إيه دلوقتي؟ ثواني بقى عشان واضح، الاثنين اللي ورا دول شكلهم كمان متغيرين. انا عرفتك يا ابو طمره، انت ابو طمره او سوبرمان صح؟ ايوه يا سيكتور الحقني. انا ما اعرفش ايه اللي حصل لي. انا بقيت في بدله سوبرمان وهو اخذ البدله بتاعتي. معقوله يا سيكتور يكون اتضحك علينا ولا ايه؟
انت السبب، انت السبب، قعدت تقول لنا ما تخافوش ما تخافوش وتعالوا نجرب وهو ممكن يبقى كويس، اهو طلع وضحك علينا وقوتك ما زادتش ولا حاجه وكان بيشتغلنا. بس اللي انا مش فاهمه هو ليه عمل كده وليه بدل القوه بتاعتنا تاني يا سيكتور؟ تاني هتقول انا السبب يا سيكتور؟ انا قلت لك ما توثقش في حد غريب، انت اللي قلت ملناش غير الحل ده، انت نسيت ولا ايه؟ يا عم سوبرمان انت المفروض بطل خارق وجاي من الفضاء وحجر كريبتو ومش كريبتو، ازاي قدرت تاخد قوة باتمان وراحت منك بعد ما شربت المشروب ده؟ اقول لك اللي حصل، كل ده بسببك يا سيكتور، انت اللي قعدت تخلينا نثق فيه وانا برضو كنت شايف في عينه نظرة شر. انا مش عارف اللي حصل لنا، ادي كل ده حصل بسببك انت يا سيكتور. غيرت كل البدايه بتاعتكم ودلوقتي انتوا ضعاف. سيكتور سيبهولي يا سيكتور، انا عايز اطلع ادمره. بقول لك ايه يا سحر ابانوب، انت فعلا غيرت البدل بتاعتنا، بس احنا قدرنا نستخدم القوه بتاعتها ودلوقتي هنيجي علشان ندمرك ونقضي عليك. يلا يا شباب بسرعه. يلا ايه؟ بينا يا شباب دمروه اضربوه. الحمد لله قدرت اوصل لك بعد نص ساعه طيران بقدره خيوط العنكبوت اللي انا مش عارف استخدمها لحد دلوقتي، بس انا عندي قدره الالكتريك ويب وهي خيوط الكهرباء. هتعرف تستخدمها حتى لو مش عارف استخدمها؟ كل الابطال الخارقين دلوقتي عارفين يستخدموا القوه بتاعتهم. اقضوا عليها يا شباب، لازم يدمر. يلا بينا اقضوا عليه. خلص دمروه. شباب انا صح بعد الحرب دي كلها انا لقيت حاجه غريبه معايا، مش عارف ايه دي، بس بصوا اهي اهي يا شباب، انا مش عارف ايه دي، وقعت من الراجل اللي احنا قتلناه ده. ايه ده يا سيكتور؟ استنوا يا جدعان بصوا، البدله بتاعتي بقت كفته خالص، انا بقيت اطفال الشوارع، انا بقيت سبايدر مان من اطفال الشوارع. بص مش بس انت يا سيكتور، كلنا البدل بتاعتنا حصل لها كده. قولوا لي ايه الحاجه دي اللي في الارض، هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ مش عارف والله، بس عارف كان مكتوب عليها كلمه غريبه كده، بس صراحه رميتها، انا خايف يا عم تسيبني لعنه منها ولا اي حاجه. سيبوها بقى، روح خدها يا تامر. ايه ده؟ دي خريطة يا سيكتور، بص دي خريطة. الحمد لله يا شباب ان احنا قضينا على السحر الشرير ده، بس انا بقيت سوبرمان، انا مش فاهم اي حاجة. وما تنسوش ان احنا لقينا خريطة، الخريطة دي اكيد هتوصلنا لمكان خطير، فيلا بينا يا شباب انزلوا تحت دلوقتي، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تضربوا زر اللايك العارف بتاعكم، علشان الحلقة الجاية هروح انا وسيكتور علشان نشوف فيها ايه الخريطة دي. يلا بينا يا شباب، باي باي.